الانتصار الإلهي عنوان مهرجان الخيام الذي نظمته بلدية الخيام قضاء مرجعيون، ويمتد إلى 4 أيام بهدف الترويج السياحي عبر المعرض المرافق الذي يستحضر بمحتوياته رونق العادات والتقاليد الاجتماعية والفنية بما تكتنزه من تاريخ تراثي وحضاري عريق. المهرجان استضافته قاعة بلدية الخيام برعاية النائب علي فياض. أمام البلد أشهر حرجة وعلينا أمام البلد أشهر حرجة وعلينا أن نتعاطى بكثير من الحكمة والمسؤولية في تقطيع هذه المرحلة الحرجة. نحن نحتاج إلى حكومة مع سياسات بناءة راشدة وحوكمة تتيح وقف الفساد. وللأسف الشديد أن جانبا من الأداء الذي تؤديه بعض القوى يبدو أنه لا يسهل عملية تشكيل الحكومة التي يحتاجها البلد في أسرع وقت. نحن كلبنانيين أمام فرصة في أن يندرج لبنان في إطار عملية إعادة بناء سوريا. خطأ الجسيم أن يضيع اللبنانيون هذه الفرصة. ثم جال الحاضرون في أرجاء المعرض التراثي الذي يتضمن نشاطات ترفيهية وفنية وحرفا محلية وأشغالا يدوية ومونت الضيعة والمأكولات والحلويات الشعبية.